اهلا اهلا، ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحه على طول. يوم الاحد وين جايبتكم؟ جايبتكم على سوق الاحد، سوق البازار والاشياء المستعمله والانتيكا والقصص هي. قلت منغير الجو عن الفيديوهات الروتين العاديه. يلا خلونا نبلش جولتنا. حاسه حالي اني جايه بكير. ما في زحمه، كانه جايه بكير. انا شوفوا هذا الصحن الخشبي جديد على فكره، حلو كتير، خرج سلطة جديد، ما أنا مستعمل جديد. تعال نشوف قديش حقه. طلع حقه يورو يا بنات، يا بلاش رح ناخده. بس تعال نشوف هذا غطا الطاولة يا بنات، غطا طاولة حلو لطاولة المطبخ، عجبتني غطا طاولة لك ما أحلى. رح أخده، وهذا رح نشوفه. هاي شفافة، كتير شفافة شفافة. لا ما بدنا هذا، اخذت هاي لطاولة المطبخ، حسيته كتير حلوة. هاي ليكو ما احلاها، حقها يورو. حسبت لي اياها يورو مع الصحن الخشبي هذا، هذا مع هذا الصحن حسبت لي اياهم 2 يورو. بتشن حصلنا اول شغلتين تبعت طاولة المطبخ، غطا حلوة كتير، انا بحب الشغلات القديمة لك بجيبها. وصحن الخشبي جديد، جديد غير مستخدم. احيانا بيبيعوا شغلات هون غير مستعملة يا بنات. شوفوا هي الشمعدان للشمعة، ايش كلاو بزي موسن فون هي الدقوكن هي يا اس بس ايش اوخ نيش. اذا ضبطت وفتحت معنا بشتريها، اذا ما فتحت معنا ما راح اشتريها. هلا افرجيكم الفكرة تبعيتها. فتحت معنا يا صبايا، شوفوا هلا فتحت معنا والشمعة بتطلع من تحت لفوق. حبيت راح اخذها هي. بيفي الكوست التاس؟ راي خاي انت فاي. اوكي اخذتها ب 2 يورو، اخذتها ب 2 يورو. هي يمكن كانت نزله اكثر، بس يعني لانه تعذبوا بفتحها لانها كانت مجمده مع الشمعه. لحد الان حصلنا 3 شغلات، صرفنا 4 يورو فقط. 4 يورو. خلونا نشوف هون، شوفي شوفوا ما احلى هي السله. هدول السله الحلوين كثير يا بنات، شوفوا ما احلاها. هي سلة حلوة بنات. هلا كمان لقيت شغلة اشتريتهم ما رح اقلكم عليها، هلا بس نروح على البيت بفرجيكم الشغلات يلي عم لاقيها لقطة وبشتريها. شغلات انتيكا، انا ما بشتري الا شغلات انتيكا من هون. بس بشكل عام اليوم ما في كثير بسطات، او لان بجوز الدنيا برد برد كثير كثير. حتى انا قبل ما اطلع من البيت يعني طلعت الجاكيت الشتوي ولبسته، بس يعني انه بشكل عام ما في كثير شغلات بصراحة. هلا بنشوف وين بدنا نروح، بجوز نروح على السوق المسقوف، سوق الانتيكا المسقوف. شايفين مليان انتيكا، مليان مليان انتيكا. طبعا بس مو كل شيء بينشرى، في شغلات بتغط على القلب، انتيكا بتغطغط على القلب. انا ما عاد حبيت اشتري صمديات، ابدا ابدا ما عاد حبيت اشتري صمديات. تعال نشوف هدول شو عندهم هون. شوفوا ما احلاها هاي السلة. انا عم بحكي عن السلة، ما عم بحكي عن اللي اللي بقلبها، عم بحكي عن السلة كتير حلوة. بس هن حاطين بقلبها اغراض، ما حاطينها للبيع عشان يجمعوا فيها الاغراض. تعال نشوف هاد الحجي شو عنده. اقول يا قامتي كله بيغطى على القلب، كله ارابيع 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 ارابيع. بنات ما ضلينا كتير عند هداك السوق المكشوف، فجينا على السوق المغلق، سوق الاحد المغلق، نشوف اذا بنلاقي شغلات. هون مو شرط نلاقي، يعني انا هون بيجي هيك بتسلم بتسلم نشوف شو في شو ما في، يعني هيك. هذا السوق بيكون في شغلات انه احلى واتقل. شوفوا ما احلاها هاي اللوحة، كتير حلوة كتير حلوة هاي اللوحة، بتجنن 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 هاي اللوحة.
بس هذا السوق المغلق لأنه بيكون بقلب بناء كبير، يعني بقلب. خلونا نشوفه. بسم الله. السعتمة بتحسه، السعتمة هذا بالعادة بينزل شغلات بتجنن، بس الساتو ما فاتح، مسكر. هدول هنا اللي عم ندور عليهم، هدول الأغطية، أغطية مطرزين شايفينهم، هدول هن اللي عم ندور عليهم، وأخيرا لقيت منهم. نشوف شو بنلاقي موديلات. لقيت هدول يا بنات، رح أخذهم. والله صلي زمان عم ندور على هدول هيك شغلات يعني نعمة، بس لنشوف وين بقى صاحب المحل لحتى نحاسبه فيهم. شوفوا فناجين القهوة قديمات، شايفين؟ شوفوا هذا، فرجيني هذا كأنه مرسوم عليه روميو وجولييت. ايه هذا روميو وجولييت. بتعرفوا قديش حقه لحاله؟ 12 يورو. 12 يورو لحاله يا بنات، يا لطيف. ليش؟ على شو؟ هذا خرج الكورن فليكس. لو انه عليه رسمه هيك للصبيان كنت اخذت له اياه للديس له ايد. الله، هي شوفوا ما احلاها، هذا حلو، هذا للحليب بجنن، هذا كثير حلو حبيته. تعال ناخده، او لسلق البيض، لسلق البيض كونوا عليه بطتين لسلق البيض، صح؟ تعال نشوف قد حقه. بده اياه كان بسبعة يورو، هذا غالي، هذا اللي بيجي بورسلان بيقولوا له، او شو بيقولوا له ما بعرف شو بيقولوا له. ضليت البح بقلبه وهو يلبح بقلبي، البح بقلبه وهو يلبح بقلبي لحتى نزل لي اياه لاثنين يورو، اخذته باثنين يورو، هذا على فكره غالي اذا بدي اجيبه، وعلى فكره جديده، جديده تقولوا ما انا مستعمله ابدا ابدا. للبيض او للحليب حبيتها، قديمه، هي امي وستي قديش كان عندهم منه. شوفوا هالفنجان شو انه رقيق، شو انه هيك حلو وهادي. هذا الفنجان، فنجان الشاي الانجليزي، حلو، حلوين. هذا 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 هادي كتير، حقه 5 يورو بس لحاله، بخمسة يورو يعني انه بس لانه قديم. يعني هدول ذكروني بعفاف بنت اختي، كان عندها أساور كتير مثل هدولي وقت كانت صغيرة، كتر كان عندها، شايفين هيك كل هالشغلات كان عندها ياهن، كتر ما تلبس هي الشغلات عفاف اشكلكن عليها، كنا نقول عليها دوريندا وقت كان يطلع بمسلسل كاساندرا، دوريندا ستة اللي بتضل تدندش وتتشنتت. كل ما شفت من هدولي الأساور بتذكرها. أخذكم قسم بيغب القلب، بغتة القلب. شوفوا ريحته عدة، كله عدة، عدة مفكات براغي، أي شيء بتكون قولي، طناجر ضغط، طناجر ضغط. هوني اللي بده يختنق يدخل لهوني، اللي بده يختنق وتجي جلطة يدخل لهوني، ولي لأطلع من هون. قديمة شغل مطب، مطبخ قديم كتير كتير. شوفوا هذا هي تبعيت قديمة، قلاية قديمة، نحاس، نحاسية، نحاس. وهون كله نحاسيات. خشب هاي، هي اخر شيء خلصنا اصلا، ما في شيء يعني، كانه هي الاحد هذا عندهم يا مضروب يعني، ما لانه الدنيا برد، العالم ما طال عليكم، في محلات يعني ما نفاتحه كمان. وانا جعت بصراحه من البرد، جعت. رحنا عملنا فطور مرتب محترم، وانا قاعد كان بالبيت اليوم، ما رح اشتغل لا شغله ولا عمله،
يلا يا بنات، زيته زيته، كل مين على بيته. عارفين هو هيك عبارة عن صالة كبيرة وبالعالم تحط فيه غراضة. يا عيني هلا البرد، يا لطيف، برد برد. اوف خنقة جوا، الله وكيلكم، الواحد من كتر الروايح الشغلات القديمة بيختنق. تعال شوفوني، شوفي يا بنات، خلونا نعمل فطورنا الشتوي الدافي. في صبيه دائما بتقلي جيلان لنا اعملي لنا العدس المدمس، جيلان لنا اعملي لنا العدس المدمس. هذا الفيديو خصوصي لك، هديه مني لك. اليوم راح اعمل لك العدس المدمس بطريقه سهله كثير. معروف العدس المدمس هو اكله يمنيه طيبه كثير. بنحط زيت الزيتون، انا عم بستخدم زيت السمسم المحمص، فيكم تستخدموا اي نوع زيت بتحبوه. وهي راح اخلطه كمان شوي مع زيت الزيتون، زيت سمسم محمص وزيت الزيتون. يا عيني هوني حاطه كاسه من العدس، كاسه من العدس سلقتها، شايفين عم خليها تنسلق وتتنهنه تنهنه. هلا خلونا نعمل التتبيله تبعيت العدس المدمس. التتبيله بدنا فليفلاي حده حسب انتم ما بتحبوه، بدنا بصل وبدنا بندوره. رح نفرم البصل ناعم، هي فرمنا البصل ناعم، نحطه فوق الزيت. انا عم بعملهم بالطاجين، طبعا فيكم تعملهم بالطوايه بالقلايه اللي شي بتحبوه. رح نفرم كمان فليفلاية، هي الفليفلاية عندي اياها شوي حده بتعطيه طعم اطيب بكثير من الحلوه. طبعا اذا ما بتحبوا الحد فيكم تعملوه حلو. كمان بنفرم فرم ناعم، هلا بنشيلها كمان بنحطها فوق البصلة. بنخليهم لحتى يتدبلوا. بين ما يدبلوا معنا بالاثناء بكون عم نفرم حبة بندورة. نضيف عليهم ملح، نضيف عليهم بابريكا، فلفل اسود، ومعلقة مدعومة من الكمون. هلا بنحركهم. ونتركهم لحتى يتعقدوا معنا على الاخير. هلا مجرد ما تعقدوا معنا بنضيف عليهم العدس المسلوق. وبنحركهم لحتى يختلطوا مع بعضهم تماما. الله. هلا بنوطي الغاز عليهم عشان يتهدوا ويستووا على الهادي. حتى تنشف تقريبا شوي المي تبعيته. هديت عليهم. هلا بنغطي عليهم وبنتركهم يستووا على الهدوء. بين ما اجهز بقية الفطور، انا هون عم بسلق بيض وكمان راح احط شوية حواضر.
شايفين يا صبايا هي تدمس العدس وصار سميك مثل الفول تماما، نفس طريقة الفول تماما. وصدقوني إسا رح تحبوا أكثر من الفول. هي عدس مدمس يا عيني، أقسم بالله بشهي بشهي. فيكن تقلوا وفيكن تخلوا بلا تقلا، يعني فيكن تقلوا بسمنة بلدية أو زيت وتحطوا مع السمنة والزيت فليفلة وتطشوه على وجهها. أنا ما بدي أعمل، ما بدي كتر، حطيت لك وحتى يعني إنه باين فوقه مليان زيت زيتون. هلا شو بدنا نعمل؟ بنجيب الحب الأخضر، لابد ولا غنى عنه، لابد. بقدونس، وبتاكلوا مثله مثل الفول بالخبزة، بتغمسوا بتاكلوا بالخبزة. الله 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 الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شو هاللذاذة هاي. وهي بنات فطورنا لليوم، فطور شهي جدا جدا يمني، العدس اليمني وشوية حواضر من البيت، مكدوس شغل البيت، شوية مخللات على بيض مسلوق. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. الله يديم علي وعليكم النعم يا رب ويحفظها من الزوال. رح لكم كيف كنا ناكله بالسعودية. هلا انا ما رح اكله بالخبز، رح اكله برقائق الرز. بس شوفوا بتعملوا هيك، بتقشطوا مثله مثل الهية وبتاكلوها جنب بصلة وجنب شي شغلة. دوق ابو عمو عدس يمني مدمس. شو طيبة؟ عمل لي. أنا بدي أكله جنب شرايح هذا الرز. الحمد والشكر لله رب العالمين. خلونا نفطر. وهلا يا بنات بعد ما خلصنا فطور الحمد لله رب العالمين، كان العدس سوبر لذاذة. نسيت أقول لكم آخر الشيء، عصروا له عصرة ليمون. يعني إحنا صرنا نعصر له على الطاولة على الصحن، يعني ليمون كتير طيب، بنصحكم تجربوه خصوصي بالشتوية بدفي. المهم هلا خلونا نطلع على الاغراض اللي جبناهم من سوق البازار. شفتوا قلت لكم سوق البازار انه كيف بدي يجيبون هدول، انه عليهم رسمه كنت جبت لهم لجات. بعدين قلت شو دخل الورد، هو الورد هو للذكر والانثى يعني، واذا عليه ورد. وبتعرفوا ليش حبيتهم؟ حبيتهم لانه عندي هذا البريق هيك، حبيتهم حسيتهم طقم. وانا قليل عندي الزبادي هدولي، ما عندي زبادي للاولاد مثلا اذا يعملوا كورن فليكس، اذا بدهم يعملوا شيء شغله هالقصص هي، ما عندي هي زبادي مفرده يعني. فجبت التنتين جدد، طلعوا ما مستعملات يعني، باينون جداد كانهم. ايه وهوني هيك مثل ما انكم شايفين، هي الثانيه زرقاء مو حمراء. جاد لك شو لك للكورن فليكس، شفت لك تنتين بلش ينطوط، عملت زلزال ماما. المهم جبنا هدول هلا عشان نغسلهم، وهدول هلا بدنا نغسلهم كمان، هدول بدي اغسلهم. هدول رح تشوفوا ليش بدي جبتهم، بتشوفوا بالفيديوهات. وهذا هذا 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 غرف على قلبي، غرف هذا للبيض للحليب لكل شيء، للسكب للمي لشي شغله اسقي فيه الزرايع. فرجيكم كمان شو جبت. هي كمان تبعية الشمعدان، نغسله ولا لا؟ والله هي مقبشة بدها غسيل، نغسله من الغبرة. لازم نغسل كل شيء وقت ما نجيبه من سوق الأحد. جبت هذا الصحن الخشبي، شايفين قديش عليه غبرة؟ يا لطيف. هذا الصحن الخشبي جبته كمان لغاية في نفسي مشان مطبخ الحديقة. هلا رح استخدمه طبعا بما اعمل مطبخ الحديقة. مطبخ الحديقة يا بنات فكرته انه كله راح يكون خشب ونحاس وادوات قديمة بدائية فقط لا غير، ما راح استخدم فيه شيء حديث. وهذا الصحن ليكون من ايكيا، صحن ايكيا هذا جديد ما مستخدم ابدا، ما مستخدم فيتنامي. هذا هو الصحن جديد كمان. وجبت هاي السلة، هاي السلة حذركم ليش جبتها؟ جبتها بعد سلق البيض حط فيها بيض المسلوق فقط. فهلا رح نغسلهم.
هذا تعرفوا شو بدي أعمله؟ بدي أعمله قاعدة صحن، يعني مثلا قاعدة صحن سلطة، قاعدة صحن شوربة، إنه خافقية الشوربة بالنص وأنا أحطه بقلبه. وهلا خلونا نجرب الشمعدان. هدول طبعا بدي اغسلهم لسه، شايفين ما احلاهم، كتير حلوين. تعالوا افرجيكم اياهم على القاعدة السوداء، مثلا هيك هدول تنتين بيشبه بعضهم، شوفوا ما احلاهم، هدول تنتين بيشبه بعضهم هيك، بعدين بتشوفوا ليش. شوفوا ما احلاهم هيك. هاي الشمعة طويلة كتير على الشمعدان، رح اقص نصها. المهم هذا الشمعدان بعد ما تعذبوا فيه حرام إله. هي ال شفتوا فكرة الفانوس اللي جبناه من الإيكيا؟ نفسه تماما. المهم هاي بتحطوا الشمعة هيك هوني، بعد ما تحطوها هوني بتجيبوا هاي المغلقة تبعيتها وبتطلع الشمعة. كل ما دابت الشمعة بتطلع من تحت، كل ما دابت الشمعة بتطلع من تحت. خلوني أول شيء أمسحها لأنها مغبرة. هاي أنا جايبتها لمطبخ الحديقة لأني بدي حطها عندي رف على الحيط تبعيت مطبخ الحديقة، بدي احطه عليه. مثل ما قلت لكم مطبخ الحديقه بدي اعمله شغلات قديمه. المهم هي السمعه مسحتها، نسيت اغسلها، يلا هلا بنغسلها. المهم هلا بنعلق الشمعه، ثواني شوي، وهلا خلونا نشغلها للشمعه ونشوف كيف رح تكون الاجواء. وهي بعد ما علقت الشمعه بنحط الضوء عليها هيك، يمكن بالعكس، بالعكس، وهيك صارت ضو الشمعة. رأسا لفتت لي نظري، وعلى فكرة أنا كنت عارفانة هي صاحب، تتخيلوا ما أنا عارفانة إنه كيف تنفتح ولا عارفانة كيف تنعمل. فهذا هو الشمعة هيك، حبيت أدعي لهم لكم الضو. هي هي حلوة مو؟ يا الله ما أحلاها. يا الله شو حبيتها. وعلى فكرة هذا نحاس، هذا نحاس حقيقي، شايفين ما أحلى. أنا يا الله بموت بهيك شغلات يا بنات، بموت بهيك شغلات، يعني ارخص من هيك ما في. وقت شو حسبت لي اياه، يورو ولا اتنين؟ لا اتنين يورو حسبت لي اياه، حسبت لي اياه باتنين يورو. اخذنا لان من عند الاولانيه بشغلتين باتنين يورو، وهي اخذناها من عندها باتنين يورو. شو حلوين، شو حلوين وشو دافين. تعال نشوف سلتنا كم بيضه بتساع. وحده انت، انا عم بقول ان هدول هي السله بدي استخدمها مثل الصحن بعد ما ينسلق البيض. هي 4، هي 5، هي 6، 7، 8 بيضات بساعة، وهي التاسعة 9 بيضات بتساع. اما الطاولة اللي جبتها للمطبخ، لطاولة المطبخ، شوفوا هي هي، عم مد لكم اياها، اجت علقت تماما، حتى اكبر شوي، يعني بتنزل هون وهون، بتنزل هون وهون. دقيقة ليش انا مطفي الضوء. لك ويا بنات، بس بدها شو اسمها، بدها غسيل وكوي، بدي اغسلها واغسلها واكويها. يعني هي كويسه لهي طاوله المطبخ مبدئيا، بين ما نطلع الطاوله الجديده بالمطبخ الجديد، الله اعلم ايمت. وهي هيك بنحط هون كمان، الله حلو حبيت، بس بدها كوي، بدها كوي منيح منيح. تعرفوا هي مثل تبعيت زيت الكاز. وهيك يا بنات بيكون الفيديو لليوم خلص. بعرف فيديو بدون فائدة، يعني ما عملنا شي اليوم، بس المهم طلعتكم مشوار ولا ما طلعتكم؟ طلعتكم مشوار وفرجتكم المقتنيات اللي اشتريتهم من سوق البازار. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص، وحابة اتشكركم كتير كتير من كل قلبي على تعليقاتكم الحلوة وعلى مشاهداتكم الحلوة وعلى دعمكم الحلو لإلي. ان شاء الله هيك الله يجبر بخاطركم ويبعد عنكم الشر والهم والأذى، ويقرب منكم السعادة والفرج يا رب العالمين.
والله يرزقكم رزقا حلالا طيبا تتعجب منه أهل السماء وأهل الأرض، وإن شاء الله الله ينور دربكم بكل خير وسعادة مثل نور هالشمعة. وهلأ صار فيني إلكم تطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوجات جديدة ووصفات جديدة بقناة جيلان شانيل. باي باي.